كابتن ميدو في البدايه وكل نجوم الاستوديو التحليلي، كابتن احمد سامي طبعا المدير الفني فريق نادي النجوم، بقول لك ارد لك كابتن احمد النهارده اداء طيب بالنسبه لفريق نادي النجوم النهارده. النادي الاهلي طبعا انت عارف يمكن بيدخل المباراه بتحديات كثير، عنده صعوبات كبيره جدا، بتشوف الجيم النهارده ازاي سواء اداء نادي النجوم وايضا بسلم على الكابتن ميدو طبعا وبقول مبروك للنادي الاهلي، ادوا ماتش كويس وارد لك لينا طبعا، يعني احنا حاولنا على قد ما نقدر. انا عارف الاهلي عنده نواقص كتير وفي ناس بتلعب في مراكز مختلفه، هي دي كانت مقصره شويه، فانا بدات الماتش بحاول على قد ما اقدر الاهلي ما يبداش هجمه من تحت ويبني، مش عايز ادي ثقه ليهم، ونجحت اول 25 دقيقه يعني لغايه الاهلي ما جاب الجون من غلطه مننا برضو، تمركزات اتقطعت من الباك ليفت، اتردت بين السيرد باكين مروان استغلها في كره مرتده مع انها كانت هجمه ليا. طبعا حته ان لما بيخش جون في الفرقه لسه برضو اللعيبه عندي صغيره لعيبه كويسه جدا، بس يعني برضو لما يخش فيهم بيلعبوا اول مره، في ناس كتير جدا من الفرقه غير صلاح وفتح الله واحمد سعد اول مره يقابلوا الاهلي في الدوري، فدي انا بالنسبه لي انا شايف ان 17 بونت في نهايه الدور الاولاني مش وحش، نقدر نبني عليها الدور الثاني واللعيبه يكون اصلا شخصيتها خدت على الاجواء شويه. عايز كمان اسالك بخبرتك بقى كابتن احمد، بالنسبه للنادي الاهلي وجود مدير فني جديد مستر مارتن لاسارتي القياده الفنيه للنادي الاهلي، شايف الفتره دي ازاي مع مستر مارتن؟ النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان محتاج الفوز ومحتاج الانتصارات، بدا يدخل واحده واحده، بتشوف ده بيدي ثقه وبيدي استقرار يساعد اللعيبه ويساعد الجهاز؟ انا شايف الجهاز كابتن محمد يوسف وكابتن سامي قمصان ادوا الفتره الانتقاليه دي بشكل كويس، يجي حتى المدير الفني يشتغل بثقه اكتر وما يبقاش فيه صربعه وما يبقاش فيه كهرباء. الانتصارات يعني هو كسب 3-4 ماتشات ورا بعض، فدي بتدي فرصه للاعيبه نادي الاهلي يرجع لها الثقه، وللمدير الفني ما يشتغلش تحت ضغط شويه. شكرا جدا كابتن. متشكرين جدا. بنشكر اكيد الكابتن احمد سامي المدير الفني لفريق نادي النجوم، ادوا اداء جيد النهارده بالنسبه ليه طبعا كل الظروف المحيطه بيه او ايضا كمان الامكانيات الخاصه بيه. نادي النجوم النادي الاهلي كالعاده بيدخل هدفه الاول والاخير هو الحصول على الثلاث نقاط، النهارده يمكن اداء كان قوي ويمكن اشاد بيه الكابتن سيد ابو حفيظ وشكر اللعيبه بشكل كبير جدا، لان في مجهود بيبذل في تلاحم كبير للمباريات خلال الفتره اللي فاتت، وايضا كمان اكدنا قلنا كابتن ميدو بطاقات الانفاس يمكن شيء مهم جدا. النادي الاهلي مباراه تاجيل لان هي تبقى يوم 23 مش يوم 21، ده بيدي شويه للجهاز الفني بعض التقاط الانفاس للاعيبه النادي الاهلي، بنتمنى ان شاء الله تكون استفاده خلال اليومين الجايين دول لفريق النادي الاهلي، على ان شاء الله باذن الله زي ما اكد الكابتن سيد عبد الحفيظ هيكون سفر فريق النادي الاهلي يوم الخميس. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه النهارده، النادي الاهلي هيغلق هذه الصفحه بكل ما فيها من اصابات من غيابات من اهدار فرص كثيره جدا، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره في لعبتنا. مباراه جيما بطل اثيوبيا تصعدنا ان شاء الله لدور ال 16. مستمرين معاك يا كابتن ميدو ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكون معانا لعيبه النادي الاهلي الكابتن محمد يوسف في خلال لحظات ان شاء الله يا كابتن ميدو، وبرجع لك وبرجع لكل نجوم الاستوديو التحليلي.